في دليل إرشاد هذا سنخبرك بكيفية شراء ترخيص يونيتي سبلت على موقع منتج ديفيو باستخدام توكن ألتيما. انتقل إلى موقع ديفيو في الزاوية اليمنى العليا، انقر على زر ساين إن وقم بتسجيل الدخول. في لوحة المعلومات التي تفتح في الزاوية اليمنى أسفل رابط الإحالة اختر قسم يونيتي سبلت. بعدها قم بتمرير الصفحة إلى أسفل وسترى قائمة بالتراخيص المتاحة للشراء في قسم يونيتي سبلت لايسنسز. يرجى الانتباه إلى أنه في الوقت الحالي إذا كان هناك عرض برومو ففي علامة الدبويب الأولى سترى التراخيص المقدمة كجزء من العرض. شراء تراخيص برومو يشبه العملية الموصوفة في دليل إرشادي هذا. اختر الترخيص المناسب لك وانقل على زر Purchase شراء. ستفتح لك نافذة يطلب منك فيها اختيار طريقة الدفع. اختر ألتيما ووافق على الشروط عن طريق تحديد المربع، ثم انقر على زر Purchase شراء. في النافذة التي تفتح سيشار إلى المبلغ الموجود في ألتيما وعنوان المحفظة التي تريد تحويل المبلغ المشار إليها. سيكون العنوان متاحا أيضا على شكل QR Code لإرسال المعاملة من تطبيق الهاتف المحمول. لسهولة الأمر لإتمام الدفع أرسل المبلغ المطلوب إلى المحفظة المحددة. يرجى إرسال المبلغ المحدد بالضبط الذي تراه على الشاشة. انتظر بعدها إشعارا بالدفع وقم بعدها بما يلي. عليك الآن تفعيل الترخيص. للقيام بذلك انتقل إلى قسم قائمة My Licenses وابحث عن الترخيص الذي تم شراؤه وانقر على زر Activate. إذا أردت مشاهدة سجل التفعيلات فانتقل إلى علامة التبويب Activation History. انتهى الأمر. تهانينا، لقد قمت بشراء وتفعيل الترخيص الخاص بك. يمكنك الآن إبرام عقد ذكي سبلت بالليمت المتاح لك لترخيصك. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار توجه دائما إلى فريق الدعم لدينا ونكون سعداء بمساعدتك وخدمتك.